يعني بلد فيها 1.5 مليار بني آدم ما حدش صح ينفعني. أعطيني ماما كم من أموال. الله شكلك راجل بركة وهتنفعني. بص يا ريس، إحنا معانا أطباق صيني، ذهب صيني، مكن صيني، ومعادي عشان لو اتزنقت. بلاش جيلة ومضايقاك. أريد أموالك حالا. شكلك يابا عايز تثبتني. سيفك جنبك لا يوحشك. لا يابا، لو جاي معاك كونج فو يبقى هنكونج فو. يلا ما تغلاش عليك. تسلم ايدك، والله كنت عايز احلقه ومكسل. تجرد من كل ما هو معك ايها المصري وارحل في سلام. انا مقدر المجهود والله، بس انا مش هينفع اجرد اكتر من كده. انا مندوب مبعت على الله. مندوب مصري في الصين؟ صدقني يا بني، عشت 70 عاما وهذه اغبى الافكار التي سمعتها في حياتي. والله قلت اجرب حظي، ابيع بضاعه صيني في الصين، نضرب المضروب فما حدش يحس بحاجه. وماذا تبيعه ايضا؟ معايا مستحضرات تجميليه وعطريه، دلايات ومسليات، سشوارات واكسسوارات، حلل جرانيت واحجار جرافيت، حاجه كده اخر 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 العنقود. والان ايها التعيس الشقي، حانت لحظه الحساب. لا 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 والنبي لا، لا والنبي لا، لا 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 لا. طب كنت خد الأسرة. طيب أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التحقيق. في 2 ديسمبر سنة 1908 بيحصل في الصين حدث عظيم، حدث مش عادي، تتويج الإمبراطور الجديد، ابن السماء على الأرض، ملك 10,000 عام، صاحب المكانة المقدسة في المعتقدات الصينية. وزي ما قلت لك يا عزيزي، الحدث لم يكن عادي إطلاقا. مراسم التتويج كان فيها حاجة غريبة شوية. الإمبراطور يا عزيزي كان عمال بيعيط ليه أبو حميد ويقول ماليش دعوة، عايز ماما عايز ماما. أبو حميد، مش بنتكلم على امبراطور الصين اللي تعداد سكانها النهارده بيبلغ 1,400,000,000؟ احنا يا عزيزي فعلا بنتكلم على الصين دي. طبعا يا عزيزي، منظر الامبراطور وهو بيعيط خلى ابوه يقول له بس ولكن يا عزيزي هذه العملية لا تسكت الإمبراطور إطلاقاً. الإمبراطور يستمر في العياط، عايز ماما. عشان ينقذوا هذا الموقف يجيبوا له لعب ينشغل بيها. أبو حميد معلش، يعني الإمبراطور ماله؟ عزيزي الإمبراطور بويه ابن السماء مالك 10,000 عام، في لحظة تتويجه هذه كان طفل عنده 2 و10 شهور وقتها، ما هوش فاهم إيه اللي بيحصل، وكان زي أي طفل في عمره قاعد بيلعب في بيته. لما فجأة الحرس الإمبراطوري دخلوا أخدوه بالقوة وقاموا ناقلينه للمدينة المحرمة، للقصر الإمبراطوري في بكين. الضحكة دي يا ناس، كوتي كوتي يا قلاسو، انت إمبراطورة، يلا نروح المدينة المحرمة في قصر الإمبراطور في الصين، يلا. هذا الطفل انتقل المدينة المحرمة عشان يصبح إمبراطور الصين بعد من عمه الإمبراطور الأسبق جوان شو لما مات. الإمبراطور الأسبق ده مات وهو عنده 37 سنة بس، ولم يكن لديه أي ورثة. وساعتها أقوى ست في الصين الأرملة ساي تشي اختارت أصغر أطفال أسرة تشينغ الطفل بويه عشان يكون هذا الطفل الامبراطور الجديد. المهم عزيزي، الحمد لله الامبراطور اهدى شويه وخلاهم يستكملوا مراسم التتويج. وبعد كده زهق من اللعبه فرماه ورجع يعيط تاني. ابوه عشان يصبره قال له وهي ان خلاص كل ده هينتهي قريب. ساعتها عزيزي كل اللي حاضرين مراسم التتويج بصوا له واتضايقوا، ازاي تقول الكلام ده؟ لا يا ابو حميد، في ايه؟ واقفين الراجل على الكلمه ليه؟ لكن لا يا عزيزي، هذه الجمله بالذات بتوجع قوي. صحيح الاب كان قصده ان مراسم التتويج هي اللي تنتهي، ولكن كل اللي حاضرين كانوا بيفكروا في حاجة تانية، هي ان مش بس مراسم التتويج هي اللي قربت تنتهي، ده التاريخ الامبراطوري الصيني بالكامل قرب ينتهي هو كمان. هذا التاريخ يا عزيزي بيمتد لاكثر من 4,300 سنه، وان هذا الامبراطور الطفل اللي بيعيط غالبا هيكون اخر امبراطور للصين. خليني احكي لك عن الصين في لحظه تتويج بوي. في بدايه القرن العشرين الصين كانت في حاله من الفوضى، العالم عمال يتقدم ويوصل لاختراعات مذهله ومبهره، والحاجه الوحيده اللي الصين بتتقدم فيها هي عدد السكان اللي كان بيتضاعف اسرع من اي مكان تاني في العالم. وصل وقتها تعداد سكان الصين ل 400,000,000 نسمه. مش بس كده، الوضع السياسي للصين كان صعب. الصين في هذا الوقت مضت اتفاقات مذله مع الدول الاستعماريه وتنازلت عن اراضي ملكها، ادت اراضي لبريطانيا وفرنسا وروسيا والمانيا واليابان عشان الحروب العسكريه
اللي خسرتها واشهر هذه الهزائم على الاطلاق هزيمتها في حرب الافيون المعروفه على ايد بريطانيا، واللي اضطرت فيها الصين انها تقبل تصدير الافيون ليها بالمستعمرات الانجليزيه في الهند. هتستهلكوا افيون غصب عنكم وهتستوردوا مننا، مش خسرته في الحرب. هذه الخساره خلت الصين تتحول الى مستهلك شره للافيون. ما نعرفش عدد مدمنين الافيون وقتها كان كام، بس بعض التقديرات بتقول انهم ممكن يوصلوا لربع السكان. ربع سكان بلدك اللي هي الصين فيها وقتها 400 مليون انسان، يعني 100 مليون شخص مدمن افيون. مش بس كده، هناك احصائيات بتقول انهم كانوا تلتين السكان. طبعا الافيون خلى ملايين البشر عاجزين عن العمل، بيمشوا يتسولوا عشان يشتروا جرعه مخدر. مش بس كده، الصين نفسها بتتحول لاكبر منتج للافيون في العالم. مثلا في 1906 انتاج الصين للافيون وصل ل 35 الف طن سنويا. ده طبعا تسبب في تخريب الزراعه، الفلاح بدل ما يزرع رز ولا قمح بيروح يزرع افيون، ربحه مضمون ومكسبه سريع. فوق كل ده الصين كانت بتشوف واحده من اكبر المجاعات في التاريخ، مجاعه سنه 1907 اللي مات فيها 25 مليون انسان من الجوع. ده اكتر من الناس اللي ماتت في الحرب العالميه الاولى، الورد وور. طبعا كل هذه المشاكل ادت الى انتفاضات كثيره في الصين وغليان سياسي. في سنه 1911 كان الامبراطور بويي عدوا 5 سنين اسم الله عليه، وبقاله 3 سنين في منصبه كامبراطور. في الوقت ده قامت ثوره سينهاي، وفي كل حته الناس كانت بترفع السلاح لاسقاط الامبراطوريه. في الوقت ده رئيس وزراء الامبراطوريه الجنرال يوان شيكاي بيوصل لاتفاق مع الثوار. بصوا يا جماعه، مبروك عليكم، احنا سوف ننهي النظام الامبراطوري ونعلن الصين جمهوريه، بشرط ايها الثوار المحترمين اني انا اكون الرئيس. وبالفعل في 12 فبراير 1912 بيتم اعلان تحويل الصين الى جمهوريه، ولكن مع اتفاقيه صغيره كده بتضمن كرامه الامبراطور واسرته وانهم هيفضلوا في المدينه المحرمه. احنا نحكم الصين بتاعتنا برانا، وهو كده يعني رمز شرف زي ما تقول كده قاعد في المدينه المحرمه بتاعته، ملوش علاقه بالحكم. وبيصرف لهم 4 مليون تال من الفضه سنويا، تال او تيل بس دي يعني كان اسم العمله وقتها، كانت حوالي 1.3 ارقام الفضه عشان ما حدش يخم. وكان هناك ايضا شرط تاني، ان هذا الامبراطور واسرته يحتفظوا بكل كنوزهم وممتلكاتهم. ده خلق وضع عجيب واسنى في وقت الصين كلها بتعاني سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا. كانت المدينه المحرمه استثناء تام، وكانها جنه امبراطوريه محطوطه في قلب جحيم. بويي في مذكراته كان بيحكي ازاي كانت بتقدم له مائده ضخمه ليه هو واسرته وزوجات الاباطره السابقين الاربعه. فانت مالكش سلطه ولا حكم، بس هتحتفظ باملاكك وهتاخد فلوس عايشك في حاله شبيهه في الحاله اللي انت كنت عايشها قبل كده. ده طبعا في ظل حاله من الفوضى في الصين. بيحكي بويي في مذكراته ان استهلاكهم هم السته مره في احد الشهور وصل الى 388 فرخه و2 طن لحمه. ده ناس عايزين يعملوا شول ملوخيه ويفتحوا قصر كباب في الصين، وده كان اكل الاسره بس. الله يا ابو حميد، وهو في غيرهم؟ مش المكان ده مفتوح للاسره الامبراطوريه بس؟ عزيزي المدينه المحرمه كان محرم مبيت الرجاله فيها. فاكر جيم اوف ثرونز يا كاليسي؟ يا عزيزي طبعا يا عزيزي، 6 اشخاص معلش يعني هروح الحمام لوحديهم؟ هينضفوا مكانهم، لازم يبقى هناك خدم يخدموهم. فكان بيتم الاستعانه بالاف المخصيين في الخدمه. ايه يا ابو حميد؟ الاف المخصيين في الخدمه زي ما كان بيحصل في جيم اوف ثرونز، حوالي 3000 خادم من اللي هم دول. تخيل طبعا 3000 واحد بياكلوا بكام؟ المدينه المحرمه كانت بتستهلك في الشهر الواحد 8 طن لحم خنزير بس. وي لما كان ينتقل من مكان لمكان جوه المدينه المحرمه كان في موكب عظيم له هو بس، عشرات الناس اياهم بيشيلوه على كرسي خيزران، وعشرات تانيين شايلين له كل حاجه بيعوزها تقريبا، ملابس وشماسي واكل وادويه. وفوق كل ده فهو من حقه يؤمر باي حاجه وتتنفذ بلا نقاش. طبعا بويي كطفل شقي وكانسان عادي يعني بيستمتع بده جدا. في مذكراته كان بيحكي ازاي كان بيؤمر الناس دي ان هم يوطوا وياكلوا التراب من الارض، وطبعا كانوا بينفذوا تعليماته بدون نقاش. ولما كبر اكتر وبدات مرحله تعليمه كان لو ما عملش الواجبات او غلط بيتجاب واحد من الناس دي عشان يتضرب مكانه. كل ده لانه امبراطور الصين، ابن السماء، الانسان المقدس. بس ده كله كان بيحصل في مساحه طولها 920 متر وعرضها 750 متر بس. انت كل الهايلمان ده في جي سلطتك في المدينه المحرمه بس. قبل بقى بره اسوارها فهو مش بس بلا صفه، ده ممنوع من الخروج باوامر الجمهوريين. امبراطور بس حبيس جوه المدينه المحرمه. طب انا عايز تقول لي يعني محبوس يا ابو حميد؟ ده طفل عايش حياه ما فيش زيها، اكل ومرعى وقله صنعه، لحد يقول له اقعد في النوتي كورنر ولا خد تايم اوت. الحقيقه يا عزيزي ان طبعا ده يعني وجهه نظر تحترم، ولكن هذا الموضوع كان له ضريبه قاسيه جدا على هذا الطفل. الطفل ده قضى طفولته وحيد، ما فيش طفل تاني بيلعب معاه. طبعا ما فيش اطفال في المدينه المحرمه، وهو ممنوع من الخروج، وكمان ممنوع ان الناس اللي بره تدخل. بويي حتى قضى طفولته محروم من امه اللي كانت ممنوعه من دخول المدينه المحرمه، وما شافهاش غير بعد 8 سنين. وبينما العالم كان بيتغير، الدنيا بتتطور، وهناك احداث عالميه بتحصل في العالم، القرن العشرين بيدخل باختراعاته وابتكاراته، بويي
أبوي كان محرم عليه كل ده ومحطوط عليه قواعد صارمة للحياة كإمبراطور. يعني مثلا لما اكتشفوا أن الإمبراطور نظره ضعيف جدا ولازم يلبس نظارة، زوجات الأباطرة السابقين الأوصياء عليه رفضوا تماما. مفيش إمبراطور يلبس نظارة أبدا، احنا هنخيب ولا إيه؟ الإمبراطور يلبس نظارة إيه؟ بس الإمبراطور يبقى بيعيط وقت المراسم ده أوكي، إنما نظارة This is where we draw the line. كانوا شايفين إن النظارة رمز للضعف والإمبراطور مستحيل يكون ضعيف. جوه القصر ما كانش فيه مكان لأي اختراع حديث، مفيش حاجة اسمها ساعة، مفيش حاجة اسمها لمبة. طبعا كل ده سبب إحباط لبوي، خصوصا لما تم تعيين البروفيسور مستر ريجينال جونستون، البروفيسور الاسكتلندي كمعلم لي، الراجل اللي بيتحول لصديقه الوحيد وقدوته، اللي هيكون نافذته الوحيدة على العالم الخارجي، نافذة اللي فتحها مستر جونستون لبوي على العالم، خلته ياخد معارك تقريبا حوالين كل حاجة. يعني مثلا مستر جونستون لما كان بيحكي له على اختراع عجيب اسمه التليفون ممكن من خلاله يكلم اي حد، فبوي بيطلب تليفون جوه القصر. طبعا دي كانت كارثه، ايه جلالتك ده، مستحيل التليفون ده طبعا، على جثه التليفون ده يدخل بيتك. لما مستر جونستون يديله بسكليت هديه، الهديه دي بتلاقي استنكار وعداء شديد. صحيح بوي نشا في حياه مرفهه، ولكن ثمن هذه الرفاهيه كان غالي جدا. نشاته كانت نشاه غريبه وغير طبيعيه، مفيش حد بيعمل كده، مفيش حد بيحصل له كده. كل ده بحكيه لك عشان هياثر على شخصيته تاثير عظيم. في سن ال 16 سنه بيتم زفاف الامبراطور بويي على الامبراطوره ونروج وعلى المحظيه او الوصيفه الاولى وينشو. ايه يا ابو حميد، هو عرض ياخد واحده والتانيه عليه هديه؟ في ايه يا ابو حميد؟ المهم كجزء من مراسم الزفاف بيتقدم ممثل عن رئيس الجمهوريه بالتهنئه. الممثل ده القى التهنئه بشكل رسمي وجاف جدا، وبعد ما انتهى بلحظات قال لهم انا كنت من لحظات ممثل للجمهوريه، بس فجاه يقوم يسجد للامبراطور ويقول له انا دلوقتي عبد من عبيدكم وعايز اهنيك. ده تحول خطير. الموقف ده عزيزي كان بيوضح لنا ايه اللي كان بيحصل في الصين بره المدينه المحرمه. بدات الجمهوريه الصينيه تمر بمرحله اضطراب، فتره معروفه بالوور لورد ايرا. الصين كانت وسط صراعات طاحنه بين جنرالات حرب، الناس دي اللي بيشكلوا ميليشيات اهليه وبيحاربوا وبيتقاتلوا مع بعض للوصول للسلطه. في الوقت ده ناس كتير كانت بتترحم على ايام الامبراطوريه. واحد من الجنرالات اللي هو الجنرال زانغشو استولى على السلطه يوم 1 يوليو 1917، بيقول ان بصلاح النبي كده مفيش طريقه نصلح بيها الصين الا اننا نرجع الامبراطوريه. وبالفعل بيعلن اقامه الامبراطوريه من جديد، وبيقدم الولاء لبوي اللي فجاه بيلاقي نفسه بقى امبراطور تاني له نفوذ خارج المدينه المحرمه. ولكن يا فرحه ما تمت، ده بيستمر 17 يوم بس. بعدها بيحصل انقلاب عسكري جديد، الانقلاب ده بيتيح بالجنرال زانغشو وبيقوم مرجع الجمهوريه تاني، وبوي يتعزل تاني وبيرجع اسير للمدينه المحرمه من جديد. الوضع ده خلى بوي يعيش حياه مزعجه. مع الوقت ومع هذه الحاله من عدم الاستقرار فكر لما بقى مراهق كبير انه يهرب لبريطانيا، وفعلا حط خطه عشان يسافر ويدرس في اوكسفورد زي مثل الاعلى مستر جونستون. ولكن وقت التنفيذ خاف يعدي البوابه. عارف ليه يا عزيزي؟ خاف يشوف الشارع لاول مره، رغم يا عزيزي ان هو وقتها كان عنده 17 سنه، خايف عندك 17 سنه وخايف تمشي في الشارع لوحدك. ولكن كل ده ما يجيش حاجه في المفاجآت اللي كان مخبها له الزمن بعد كده. الوقت فضل يعدي وذكريات الامبراطوريه بتصبح من الماضي اكتر وبتتنسي اكتر واكتر، ومع الوقت الجرايد بدات تلاقي في بوي ماده خصبه للهجوم. الباشا قاعد عايش لحياه مرفهه في المدينه المحرمه واللي معاه كنوز مستخبيه ومتوارثه. بدا يصبح عند بوي ادراك ان المدينه اللي هو عايش فيها دي غالبا هتبقى ماضي وانها مساله وقت لحد ما ينقضوا عليه. فعلا يا عزيزي في صباح يوم 5 نوفمبر 1924 بتجتاح قوات الجنرال فينجيو المدينه المحرمه، وتسلم للامبراطور اعلان بان كل اللي في المدينه المحرمه لازم يسيبوها في خلال 3 ساعات بس، والا هنضربكم بالنار، وان كل المزايا اللي بيتمتع بيها الامبراطور تم سحبها تماما والغائها، وان من اللحظه دي الامبراطور بوي ابن السماء الانسان المقدس ملك العشره الاف عام بقى مواطن صيني عادي زي بقيه المواطنين، يمكن يتصرف له التامين ويمكن ما يتصرفلوش. وهكذا وجد امبراطور شاب عمره 18 سنه بس عايش كل حياته في طرف وتحت خدمه، وجد نفسه بيواجه الحياه من غير اي حد، بدون خدم بدون حشم، كمواطن مش امبراطور، مش عارف يروح فين، مين هيحميه، مين هنا عدو ومين صديق، هل هيعزلوه بس ولا هيقتلوه بعد كده. من كتر التفكير قرر بوي انه يهرب منطقة السفارات في بكين، وفكر لحظة انه يطلب اللجوء لألمانيا او انه يدخل سفارة بريطانيا. ولكن الخطة بتتغير في اخر لحظة لما بيقترح عليه مستر جونستون معلمه وصديقه الاقرب انه يروح سفارة اليابان. ده طبعا ليس بسبب ان اليابان بلد الانمي والامان، ده لان اليابان دولة امبراطورية، دولة بتقدس امبراطورها، فاكيد هيلاقي تعاطف كبير هناك. الامبراطور بس هو اللي يفهم اخو الامبراطور. الغريب يا عزيزي واللي هنفهمه بعد كده ان سفارة اليابان بتستقبل الامبراطور وبتتعاطف معاه، بيستقبلوه استقبال شديد التعاطف، وبيترتب نقله لمدينة تيانجين، المدينة اللي كانت خاضعة للحكم المشترك من عدة دول لأن الصين كانت تنازلت عنها قبل كده. بيقعد هو في المكان تحديدا اللي بتديره اليابان واللي هيكون مقر إقامته لمدة 7 سنين تحت الرعاية اليابانية الكاملة والمميزة والفاخرة. الله أيوة بقى قدروني أريجاتو كوزايموس.
ولكن يا عزيزي ان انت تنشأ كامبراطور وسألنا انا مش امر بيتنسي بسهوله. طول السبع سنين اللي قعدهم مويي في تيانجن كان الامل بيدعبه انه يرجع امبراطور من جديد، وما كانتش الرسائل بتقف من لوردات الحرب اللي في الصين اللي كانوا كتير منهم بيوعدوه باستعاده الامبراطوريه او على الاقل استعاده الاتفاقيه اللي بتضمن له المعامله المميزه والفي اي بي لاونج. ولكن طبعا الوعود كانت في شنك والاصدقاء بيختفوا واحد ورا الثاني، ولكن ما بيتبقالوش غير صديق واحد شديد الوفاء وشديد العطف، هو الإمبراطورية اليابانية. ربما يا عزيز تكون شخص طيب وعلى نياته زي بويي وتعتقد أن اليابان بتدي كل ده حبا في بويي وشخصه وما يمثله، أو تعاطفا معك إمبراطور مسكين. ولكن الحقيقة أن اليابان كان عندها خطط تانية خالص وخطط في غاية الرعب. في سبتمبر 1931 بتغزو اليابان مقاطعة منشوريا، المقاطعة اللي تاريخيا بتنتمي ليها أسرة تشينغ اللي هي الأسرة بتاعت مين؟ بتاعت بويي. وبتقوم موجهة دعوة لبويي أنه يجي يقيم في منشوريا تحت حماية اليابان لسه محتلين. طبعا بويي بيقبل الدعوة وهو في غاية السعادة والنشوة، وبيبدأ يتشكل عنده خطط كبيرة وأحلام عظيمة يستلم فيها قصص أجداده، أسرة تشينغ اللي خرجت من منشوريا ونجحوا في فرض سيطرتهم التامة على الصين كلها وإقامة حكمهم اللي دام 300 سنة. وفعلا في مايو 1932 بتعلن اليابان عن إمبراطورية منشو وإمبراطورها الجديد بويي اللي بيقبل هذا التتويج رغم تحذيرات المحيطين به ورغم إعلان الجمهورية الصينية إنه خاين وعدو الشعب. حتى مراته رفضت وغرقت في اكتئاب شديد وأصبحت مدمنة أفيون. الكل كان شايف حقيقة اللي بيحصل ده، حتى بويي اليابان بالصلاة على النبي كده مش مهتمة غير بطموحها الاستعمار. بويي مجرد شكل جمال وزريعة يتقال بيها لدول العالم ان اليابان ما استعمرتش منشوريا، هي بس ساعدت صاحب الحق انه يرجع مكان. ولكن طبعا الحقيقة ان صاحب الحق ما كانش غير لعبة في ايد اليابانيين اللي كانت طبعا في ايديهم كل السلطة وهم اللي بياخدوا كل القرارات. هو نفسه هيبدأ يواجه الحقيقة دي في مواقف بعد مواقف، يعني فجأة تلاقيهم قبضوا على رئيس الوزراء عشان انتقد اليابان في السر، فيقوم بويي قايل لهم انا عندي اقتراح تاني لحد مكان، فيقولوا له لا ما تشغلش نفسك احنا هنعين لحد تاني زي ما احنا لعينا الاولاني، خليك في حالك وكل دامبلينج. بيبداوا كمان اليابانيين يتدخلوا في حياته وحياه اسرته، بيقولوا مثلا انه يفسخ خطوبه اخته الصغيره من ابن رئيس الوزراء اللي عزلوه، وطبعا بويي بيضطر ينفذ الاوامر ويفسخ الخطوبه. اليابانيين مش بس كانوا بيتحكموا في قرارات بويي بل كمان في تحركاته. بويي ما كانش بيخرج من قصره الا باذن، ولما يروح احتفال ولا مناسبه ما كانش بيروح ده من نفسه، كان باوامره. بويي بيرجع سجين من جديد، الحاجه اللي فضل يحاول يهرب منها طول عمره رجعت تلاحقه تاني. المنصب اللي كان متخيل انه له الاحقيه انه يشغله طلع هو سجنه. ولاد عزيز بالرغم من هالحياه شديد الطرف اللي كان عايشها وما زال لحد هذه اللحظه بيعيشها بتخلي الواحد يتعاطف معاه. بالعكس كمان ده هنا مش هيبقى سجين مرفه زي ما كان في المدينه المحرمه، السجين خايف دايما، خايف ان اليابانيين ممكن يغضبوا عليه ويقتلوه، وبيلاقي نفسه بيمضي على قرارات كارثيه زي انه يبعت مواطنين من منشوريا انهم يروحوا يحاربوا مع اليابان، يروحوا يحاربوا مع الجيش الياباني. ويحاربوا مين؟ يحاربوا الصين سنه 1937 لما اليابان اعلنت الغزو الكامل للصين. بويي بيبعت جنود من منشوريا اللي هي المفروض تابعه للصين عشان يحاربوا مع اليابانيين ضد الصينيين. طبعا حاجه مرعبه، ولكن انا في حاله تعاطف شديده مع هذا الرجل لانه ساذج. الغزو اللي هيتحول مع الوقت لجزء من الحرب العالميه الثانيه، وبدل ما بويي يخرج من منشوريا عشان يرجع مجد امبراطوريه الصين بيبعت اهلها عشان يدمروا الصين. اليابان يا عزيزي استخدمت سياسة الأرض المحروقة في غزو الصين، كانت بتمحي مدن بالكامل من على الأرض وارتكبت مذابح بشعة زي مثلا مذبحة مدينة نانكينج اللي اتقتل فيها بين 250 ألف ل 300 ألف مدني، وتم اغتصاب من 20 ل 80 ألف سيد باغتصاب معروف باغتصاب نانكينج. مش بس كده، الأبشع على الإطلاق هو اللي عملته الوحدة 731 الطبية، الوحدة اللي كانت بتجرب كل حاجة على الصينيين. كانوا يا عزيزي يجيبوا الناس وهم أحياء ويشرحوهم عشان نشوف على الطبيعة لايف الأعضاء وهي شغالة، أو نبدأ نشيل الأعضاء حبة بحبة من جسم الإنسان ونشوف بقى هيعيش إزاي. بس كده عزيزي اليابانيين كانوا بيجيبوا السجينات ويقوموا جايبين أشخاص مصابين بالزهري يغتصبوهم عشان يدرسوا إزاي المرض بيبتدي بعد العدوى وإزاي بيبدأ يتطور عند السجينات دول. كانوا برضو يحرموا المساجين من الأكل والشرب عشان يدرسوا الإنسان بيموت من جوع بعد قد إيه. مش بس كده، كانوا يجيبوا المساجين ويرموهم من مناطق عالية عشان يعرفوا إيه الارتفاع اللي عنده دايما الناس هتموت، وإيه الارتفاعات اللي تحت كده الناس لو نطت مش هيحصل لها حاجة قوي. ده طبعا كله غير تجارب الأسلحة وقياس مدى فعاليتها على الإنسان بداية من السيوف والمسدسات لحد الأسلحة الكيماوية. مع نهاية الحرب العالمية الثانية اليابان بتبدأ تجند شباب من منشوريا كانتحاريين. بويي بيلاقي نفسه مضطر يقول كلمات الوداع اللي كاتبها له اليابانيين للجنود اللي وقع عليهم الاختيار انهم يفجروا نفسهم في العدو من الصين. بويي كان بيقول كلمات عن الفخر وتمنياته للجنود بالنجاح، بس في نفس الوقت الجنود دول عمالين يعيطوا قدامه بيرتعشوا من الخوف.
في 9 أغسطس 1945 بيعلن الاتحاد السوفيتي حربه على اليابان وبيبدأ في غزو منشوريا. في 14 أغسطس بتنتهي الحرب العالمية الثانية بإعلان الإمبراطور هوريهيتو إمبراطور اليابان استسلام اليابان، وتبدأ كل حاجة في منشوريا بالانهيار. طبعا بويه خايف من السوفيت فبيحاول يهرب لليابان عشان يحاول يكون جزء من وعود الحفاظ على السلامة اللي الأمريكان عملوها اليابانيين. وبعد رحلة هروب شاقة جوه منشوريا بيوصل بويه محطته الأخيرة، مطار مدينة بوجدن. من هنا هتاخده طيارة توديه طوكيو، لكن قبل ما بتشتغل محركات الطيارة بتكون السماء مليانة مظلات سوفيتية، وفي دقايق بيلاقي جندي سوفيتي عند طيارته وبيؤمره بالاستسلام عشان يصبح بوي ابن السماء وملك العشر آلاف عام، أسير في يد الاتحاد السوفيتي ومعتقل في سيبيريا. لما تسمع اسم سيبيريا يا عزيزي والاتحاد السوفيتي أكيد بتتوقع إن دي أكيد النهاية، مكان سمعته سابقاه ومقطوع عن الدنيا، جليد على مد البصر، مكان خير الله ما يجعله خير، أبيض فأبيض. ولكن الحقيقة كانت على خلاف التوقعات، سيبيريا كانت جنة لبويه. السوفييت عاملوا بويه معاملة مميزة جدا وسمحوا له انه يصطحب خادم وطبيب، وكمان قعد مع اخوه وقرايبه المقبوض عليهم. كان سجن مخفف بظروف مثالية. انا عايز اقول لك يا عزيزي ان السجن كان عاجب بويه لدرجة ان بويه بعت لستالين يقول له النبي عايز اكمل حياتي في الاتحاد السوفيتي في اي مكان انتوا عايزيني فيه، بس المهم ما تعملوش حاجة واحدة والنبي. والنبي اكتر حاجة كانت بترعبه كابوسه المزعج والمخيف. ايه يا ابو حميد قول ان عزيزي الاتحاد السوفيتي الشيوعي يرجعوا للصين الشيوعية. يا لهوي. طبعا يا عزيزي انت راجل متواطئ مع اليابانيين وبتبعت جنود حارب الصينيين مع اليابانيين وبتتحامق في اليابانيين اللي اغتصبوا وقتلوا وجربوا في اجساد الصينيين كل حاجة ممكن تتجرب، فتخيل بالصلاة على النبي كده ان انت ترجع للصين تاني، ده انت هعملوك كوبا صين. عشان كده عاش سنين في الاتحاد السوفيتي بيتمنى انه ما يرجعش الصين يوم واحد، الصين بلد امبراطوريته. ولكن يا عزيزي مش محتاج اقول لك ان تاريخ كان عنده رأي تاني، تاريخ سكريبت رايتر. هننهي هنا؟ هننهي نهاية سعيدة سهلة؟ لا. فين الدراما؟ فين السبايسز؟ A story with a happy ending is a story not finished yet. في 1 أكتوبر 1949 بيتمكن الشيوعيين الصينيين بقيادة ماو تشي تونغ من طرد القوميين الكومنتانج من الصين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في 31 يوليو 1950. أصبحت الصين شيوعية تحت ماو تشي تونغ. بيتم تنفيذ اتفاق بين الاتحاد السوفيتي والصين وتسليم بويه وأسرته وخدمه للصين، وهنا بيتحقق كابوس بويه. الأيام الأولى في السجن البويه كانت أصعب أيام على الإطلاق، كان ما بينامش طول الليل، بيسهر مستني اللحظه اللي هيدخل فيها الحراس ويضربوه بالنار. ولكن بشوف التاريخ دايما يقول لك اللحظه دي مش هتيجي. سنين يا عزيزي ما كانش هدفهم قتل، ولا هدفهم يا ابو حميد يعذبوه. لا يا عزيزي، هدفهم هو اعاده تاهيل الامبراطور الاخير للصين. التاهيل، اعاده تاهيله لكي يصبح مواطن صيني شيوعي نموذجي. وقتها الحزب الصيني تبنى سياسه ان الجميع عندهم فرصه ويمكن اعاده تاهيلهم واصلاح شخصياتهم الشريره وتحولهم إلى مواطنين نموذجيين رفقاء شيوعيين، أفراد من منظومة اجتماعية واقتصادية الكل فيها متساوي والجميع بيدين لشيء واحد مقدس وهو الشعب. طبعا ماو كان مهتم ببويه بشكل شخصي، لأن ببساطة لو إحنا أعدنا تأهيل الإمبراطور شخصيا وهو في نظر الشعب الصيني واحد من أسوأ 5 رجالة في العالم، فكده كل الناس قابلة لإعادة التأهيل. فالخبر الحلو إن بويه هيعيش لأن الصين محتاجاه. ولكن الخبر الوحش إن يلا بقى عشان إعادة التأهيل بدأت. بيتم سحب المساعدين والعائلة والخدم من سجنه، وبيلاقي بويه نفسه وحيد في زنزانة مع ناس تانية. صحيح السجناء دول كانوا كبار المسؤولين في منشوريا، ولكنهم كانوا عارفين إن سر الخلاص في السجن هو التنصل من الإمبراطور، وإن هم يعاملوه معاملة الرفيق للرفيق مش المواطن للإمبراطور. ده كان تتخيل إن بويه في سن ال 44 سنة بيلاقي نفسه مضطر يعمل حاجات عمره ما عملها. صحيح حاجات بسيطة بالنسبة لي وبالنسبة لك، ولكنها بالنسبة له معضلة عويصة. يعني مثلا انه يغسل سنانه بنفسه لاول مره، او انه يلبس هدومه بنفسه لاول مره، لا ده كمان بيخلوه يغسلها، وانه يقف في الصف عشان ياخد اكل، وشوف ايه يمشي بنفسه شايل طبق الشوربه لحد ما يلاقي مكان في الترابيزه اللي هياكل عليها. ايه ده يا محمد، ده ايه الافتراء ده؟ ده ما عندهمش قلب ولا رحمه. هو وصلت للدرجات ان هو يشيل الاكل بنفسه ويدور على مكان ويقعد
ويأكل نفسه بقى. ما ده اللي ناقص. طبعا كونه ما يعرفش يتحول لكائن مبهدل مش عارف حتى يزرر قميص، وبيفضل يوقع الاطباق على الارض طول ما هو ماشي بيها، وبيضطر يلم الاطباق والاكل من الارض عشان ياكل، وبيتعامل كفرد غير مقدس عند سن ال44. وكل الناس اللي كانت بترقع له وتقول له جلالتك بيقولوا له امتى، وبيعاملوه كمان بقسوه. بوي كمان بيلاقي نفسه مجبر على دراسه المبادئ الشيوعيه، هو مش بس محتاج يقرا كتب ماركس ولينين، هو لازم يكتب ملخصات عن اللي فهمه وازاي الافكار دي الهمته وازاي يقدر يستفيد منها في حياته القادمه بعد السجن. كل ده ما كانش سهل عليه، ولكن مع السنين بيدرك بوي ان مفيش طريقه يقدر يخرج بيها بره هذا السجن الا باعاده تاهيل، وبيبدا يشارك وياخد دور في خدمه الزنزانه، وبيبدا يطبق التعليمات بشكل نموذجي. صحيح الراجل اللي عمره تجاوز الخمسين سنه بقى يعمل حاجاته بنفسه، ولكنه طبعا كان معاناه لكل اللي حواليه، عشان مثلا لما بيغسل بينسى يقفل الحنفيه، ومبيعرفش يحط ابدا اي حاجه مكانها، ولما بيعمل اكل بيحرقه. وانا حاسس انت بتتكلم عني وعن تلات ارباع الذكور، ولو هيوزع الاكل على زمايله غالبا هيدلقوا فوق حد فيهم، عشان كده بعتوه الجنينه يشتغل فيها مش هيأذي حد هناك. وبكده بتكون نجحت اول مرحله في اعاده التاهيل، وبعدها بتيجي مرحله اصعب بكتير. كان بيتم نقل بوي حوالين الصين ومنشوريا عشان يقابل ضحايا جرائم الحرب اللي ارتكبها اليابانيين لما كان امبراطور، فكان يقعد يسمع ذكريات الناس اللي فقدوا احباء او الستات اللي تم اغتصابهم، وحكاوي ضحايا جرائم الوحده 731. وبعد ما كان بوي بيسمع اللي بيتقال كان بيغرق في دموعه، وفي اوقات تانية بينزل تحت رجلين الناجين ويطلب منهم السماح، او يطلب انه يتعاقب بشده على جرائم. بمرور السنين بوي بيتأقلم بنجاح مع عادة التأهيل، لدرجة إن أثناء حضور المسرحية عن فترة حكمه أبطال المسرحية فضلوا يشاوروا على صورته ويقولوا الإمبراطور الخاين أهو، وبوي كان قاعد بيتفرج ساعتها. بعد ما المسرحية خلصت علق على المسرحية في دفتر السجن إنه أكشن سعيد جدا بالمسرحية، لأن كل المجرمين لازم يشوفوا حقيقتهم، والمسرحيات دي بتفكرنا بماضينا وتخلينا نحس بالخجل من نفسنا. طبعا عزيزي ما نعرفش إذا كان الراجل ده بيمثل ولا بيقول بجد، بس من الأكيد إن هذه الفترة غيرت حياته تماما وغيرت شخصيته تماما. في ديسمبر 1959 وبعد 9 سنين من سجن بيتم اعلان ان المواطن بوي تم تاهيله تماما، وانه دلوقتي حر انه يخرج للحياه العامه، والاول مره في حياته كلها وهو عنده 53 سنه يبقى بوي حر. طول عمره يا عزيزي كان محبوس، من اول طفولته اللي كانت في المدينه المحرمه لحد سيطره اليابانيين على كل قاراته والاماكن اللي عايش فيها، ولحد سجنه في الاتحاد السوفيتي ورجوعه للسجن تاني في الصين. لاول مره الشخص ده حر طليق يعمل اللي هو عايزه في ارض الله الواسعه، مش محبوس في المدينه المحرمه او لاجئ في الجزء الياباني من مدينه يانج، او امبراطور متسيطر عليه بالكامل من اليابانيين، او اسير في معسكر سوفيتي، او سجين بيعاد تاهيله في الصين. في البداية بوي أقام في شقة واحدة مع أخواته مملوكة للحكومة الصينية، وفي أول أيام خروج أصر إنه يكون زي أي مواطن صيني نموذج ويشارك في كنس ونظافة الشارع. متك يا عزيزي لما نزل الشارع ومبقاش عارف يروح إزاي، وفضل يشرح للناس أنا بوي يا جماعة آخر إمبراطور للصين، فلو سمحتوا تعرفوا الإمبراطور السابق أخته ساكنة فين. بعدها يا عزيزي بياخد وظيفة مرموقة جدا، بيصبح وهو ده بقى يعني عبقرية التاريخ ككاتب سيناريو، بيصبح آخر إمبراطور للصين مساعد جنائي. هي دي عزيزي الخبرة الوحيدة اللي كونها لما كان في عاده التاهيل. بيجتهد جدا في الشغل في الحديقه الصبح، وينام بالليل في سكن العمال في اوضه بتشاركوا فيها زوجته الخمسه والاخيره لي تشو تشيان. بعد فتره عزيزي بيترقى وبيسيب شغل الجنايه، وبياخد وظيفه موظف ارشيف في واحده من الهيئات السياسيه التابعه للحزب الشيوعي. الراجل ده عزيزي مسك السلم الوظيفي من فوق لتحت، ده عزيزي ما نزلش على السن، نزل بالاسانسير من امبراطور اكبر دوله من حيث عدد السكان في العالم لمساعد جنايني، لو حتى مش جنايني مساعد الجناين، ويوم ما يترقى يبقى موظف في الارشيف. ايه يا اسطى ده بجد؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في العالم ده؟ بيسمح له في الوقت ده الحزب الشيوعي انه يعمل لقاءات مع الصحفيين الاجانب عشان يحكي لهم ازاي حياته اتغيرت لحد ما بقى مواطن صالح. انا حابب اقول للصحفيين الاجانب وللحزب الشيوعي ربنا يبارك له ان حياتي بقت احسن بكتير، انا حست فعلا بقعدت التاهيل. الصحفيين ما كانوش بيقدروا يصدقوا ان الشخص المسكين ده متواضع الملابس كثير الاعتذار بسبب او من غير سبب هو نفسه امبراطور الصين العظيم ابن السماء ملك ال10000 عام. كمان الحزب بيطلب منه انه يكتب مذكرات اللي بيحكي فيها كل تفاصيل حياته. المذكرات بتحمل عنوان من امبراطور الى مواطن، اللي حولها المخرج الايطالي بريتلوتشي لفيلم سينمائي سنه 1987 اسمه ذا لاست امبرور او الامبراطور الاخير. بجد عزيزي الحزب الشيوعي الصيني عبقري في الكامبين وعبقري في صناعه البي ار. اي دوله تانية يا عزيزي كان هتاخد الزعيم ده تكسر عض محيط تخفيه، لكن دول قالوا لك لا احنا ناخده ونستغله ونعيد تاهيله ونخليه يكتب مذكراته، والصحفيين يعملوا له انترفيوهات ويتعمل عنه افلام ويروج لنا للسياسه الشيوعيه اللي احنا عايزينها.
في أواخر سنة 1967 في المستشفى العام في بكين بيتصل رئيس الوزراء الصيني تشو إنلاي بمدير المستشفى ويقول له في مريض بسرطان الكلى بيموت عندكم اسمه بوي، لو سمحتوا اهتموا بيه اهتمام خاص وابعدوه عن الزحمة. ولكن يا عزيزي المشكلة إن هذا الطلب بالمعاملة التفضيلية بتوصل للحرس الأحمر، ولو شفت حلقة الصين هتعرف من هم الحرس الأحمر في هذا الوقت بالأخص. دول الطلاب المتحمسين وعناصر الثورة الثقافية، ثورة التصحيح اللي أطلقها ماو، فبيبدأوا يهجموا على المستشفى لان عرفوا ان في مريض بيتعامل معامله خاصه، لانه حيالنا كان الامبراطور الاخير للصين وبالقوه بيحاول ياخدوا بوي اللي كان بيموت في المستشفى. ولكن الاطباء بيوصلوا معاهم لحل وسط انه يرجع لعنابر المرضى العاديين ويسيبوه يموت في حاله. وفعلا بيرجع بوي للعنبر بتاعه بدون شكوى او تذمر، محافظا على ابتسامته رغم الام المرض. في الوقت ده الاطباء والممرضين كانوا خافوا واوريدي بداوا يقللوا في تقديمهم للرعايه. قال لك الحرس الاحمر لو شاك ان احنا بنعامله معامله احسن هذا مرونا المستشفى، فما عناش بنعامله خالص، وكل امنياتهم انه يموت في اسرع وقت فيرتاح ويرتاح. حتى قرايبه وزوجاته السابقين بيخافوا يفضلوا معاه في لحظات موته الاخير خوفا من الحرس الاحمر. كده بيقضي بويه اخر لحظات حياته وحيد تماما ومعزول ومنبوذ، زي ما عاش وحيد ومعزول ومنبوذ في المدينه المحرمه لحد ما بيفارق الحياه في 17 اكتوبر سنه 1967 عن عمر 61 سنه. بتتحرق جثته في محرقه قريبه، محدش من قرايبه بيتجرأ انه يطالب بالجره اللي فيها رماد، بتفضل الجره في احد المقابر زيها زي رماد اي شخص مجهول الهويه. مات محدش تعرف عليه ولا ظهر له قرايب. بس في سنه 1979 بعد 13 سنه من موته بيجي احد قرايبه ويطالب بهذا الرماد ويعيد دفنه في طقوس تليق بيه. قصه بوي واحده من اعجب القصص في التاريخ، قصه لشخص تقريبا ما اختارش حياته ولو لمره واحده، من اللحظه اللي كان فيها طفل بيعيط في لحظه تتويجه للحظه اللي بيتحول فيها لمواطن صيني شيوعي نموذجي. هو ما اختارش اي حاجه من دي، هو كان مضطر لكل ده. عشان كده الصحفي البريطاني إدوارد بيهر اللي عمل سلسلة من اللقاءات مع بوي سنة 1964 بيتساءل ويقول هل يا ترى فعلا الإمبراطور العظيم ابن السماء ملك العشرة آلاف عام تم بالفعل إعادة تأهيله كمواطن نموذجي في الصين الشيوعية، ولا الموضوع كان مجرد تمثيل متقن من بوي اختيار جديد اتفرض عليه واضطر إن هو يتعامل معاه زيه زي كل الحاجات اللي ما اختارهاش. رأي إدوارد طبعا إنه عمرنا ما هنعرف، لكن مش هنقدر غير إننا نتعاطف مع بوي ونشوفه طفل صغير بيبص من فوق عرش ومراهق وحيد بيلعب بالبسكليتة في المدينة المحرمة وإمبراطور لعبة للحكومة اليابانية، وشاب بيبتسم ومش عارف مستقبله الكئيب، وهنشوفه راجل بلبس متبهدل وبيبتسم في حزن وجواه شعور كبير بالذنب اتزرع فيه على مدار سنوات من تأهيله في السجن الصيني، الشعور اللي فضل عنده لحد يوم ما مات، لحد ما رحل عن الحياة في جرة من الرماد لم تحصل على مستقرها الأخير إلا بعد تقريبا 13 سنة من الموت. بس كده يا عزيزي، أخيرا وليس أخيرا أتمنى تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات اللي جاية، تنزل بص على المصادر، احنا على اليوتيوب، نشترك على القناة. ممكن يا عزيزي يتم اختزال هذه القصة في إنه إمبراطور معرفش يمسك الحكم بس عرف يمسك الخرطومة.